اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل النهارده طاجن سبانخ في الفرن بالجبنه. صنف حلو قوي الحقيقه يعني، وانا لما عملته لقى اعجاب جامد جدا ومميز ومش سريع، هو بسيط لكن مش سريع. مش سريع ليه؟ لأنه خطواته وإن كانت مش كتير قوي لكن كل خطوة بتاخد شوية وقت. فأنا معايا سبانخ، والنوع ده يمكن تعملوه بسبانخ مجمدة جايز أو بسبانخ طازة، وده طبعا أحلى حاجة في الدنيا، كل حاجة طازة أحلى حاجة في الدنيا. وتحطوا في اعتباركم ما تتخضوش من شكل السبانخ وحجمها، لأنها هتصفصف تقريبا على ما فيش لما تخش النار. السبانخ انتوا عارفين بتخس قوي. يبقى معايا سبانخ، وبنتكلم في حوالي مثلا كيلو سبانخ هتلاقوه طلع في الاخر كلام فارغ، اوكي. ومعايا دقيق وزبده، ومعايا مرقه عشان اعمل فلوتيه او هعمل، اتكلمنا فيها قبل كده، ودي بتاخد وقت، بتاخد لها ساعه عشان تستوي الصح بتاعها وتبقى مظبوطه ويتشال الريم كل شويه، يعني بتاخد وقت ما تقلقوش، اوكي. بعد كده معايا جبنه موزاريلا هتحط معاها، ومعاها كريمه، ومعاها جبنه موزاريلا من نوع تاني بافلو موزاريلا، ودي بتبقى كور محطوطه في شرش احلى. مفيش اوكي، استعملوا اي موزاريلا انتوا عايزينها، انا افضل دي، لكن اذا ما كانش اي موزاريلا تانيه للوش ما تقولش لا، اوكي. ومعايا كريمه، وهنبتدي بقى. اول حاجه هنعملها عشان ما نضيعش وقتنا نعمل الفولوتي. هنحط شويه زبده، شويه زيت صغننين، اوكي، وشويه زبده مش كتير قوي قوي. نحط مثلا مثلا مثلا، تعالوا نقول ايه، ناخد لايك معلقه زبده، اوكي كده مثلا، دي معلقه وشويه كمان. مش هيضايقني ان يكون الصوص بتاعها فيه دهون. ليه؟ لان موزاريلا اساسا جبنه مدهنه جدا، وهتطلع ده، والسبانخ هتستوعب الحدوته دي، فمش هيبان وانتوا بتغرفوها انه فيه دهون على الوش والكلام، لا. اوكي، هحط معاها الدقيق، ومش هستنى عليها لما تغلي قوي او كده يعني قبل ما احط الدقيق، علشان ما الدقيق ما يحمرش، اوكي. معلقه وشويتين، اوكي، ومع بعض كده هنقلبها كده اهو. ممكن ارفعها من على النار واقلب. خلاص الطاسه بتاعتي سخنه، حاجه زي الفل. اول ما احس ان استوى الدقيق ابتدي انزل شويه بشويه بشويه بالمرقه، والمرقه طبعا تبقى يا ريت بقى، يا سلام يا سلام يا سلام لو مرقت فراخ بلدي، يا سلام، حلو قوي. طيب بالراحه كده، علشان خلاص ما دام استوعب او يعني تخلط مع بعضه، يبقى انا ما عنديش مشكله، اصبر عليه سنه كده اهو. ايوه هو ده، مش قوي قوي يعني، يعني هي دقيقه دقيقه ونص بالكثير، لانه هيكمل سواه مع الصوص لما تحط له المرقه وتتخلط معاه كويس قوي يبتدي يكمل سواه. بس المهم انه ما يلونش منكم، اهم حاجه عشان الصوص ما يبقاش لونه مش حلو، اوكي. اللي مش واثق من نفسه قوي يا حبايبي، يغلي المرقه وينزلها وهي سخنه جدا علشان ما تطرطش وتضايقه،
وتكلكع الدنيا. احنا نعمل بشويه بشويه كده، شايفين كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، ونضرب كويس 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 كويس. اوكي، واذا لقيتوها ضايقتكم كلكعت وعملت شغلانه مش لطيفه، اوعوا تخافوا، صفوا صفوها، ما تخافوش. اهي شوفوا نعمت ازاي، مفيش مشكله. اوكي، اما هتردوها على النار طبعا هيحصل لها ايه؟ هتتقل. فهنعمل كده، هنرد على النار وتتقل ونزود شويه بشويه، مفيش مشكله. لو مستعملين حاجه معموله بالتفلون اللي هي مانعه للالتصاق زي اللي انا بستعملها دي، يبقى ما تحطوش فيها مضرب سلك عادي، لازم يكون متغطي بسيليكون او ببلاستيك يتحمل الحراره، اوكي؟ عشان ما تبوظوهاش وتشتكوا وتقولوا الراجل ده بيعمل شغل يبوظ لنا حاجتنا. انا شايف بدات تتقل، يبقى هديها شويه ميه تاني، قصدي مرقه تاني، اوكي؟ ومعاها لو خفيفه سنه هتبقى احلى، لانه الموزاريلا هتقلها اني واي، والكريمه فانا برضو مش عايزها ايه تبقى تقيله قوي، ومش كمان مش صيصه يعني. اوكي خلاص، هي كده نعمت وتجانست، وحاسبها لما دي يستوي. تقعد كتير؟ اه تقعد كتير. تقعد قد ايه يعني؟ يعني ممكن اوطي عليها النار بقى ما دام غليت كده، اوكي، وما تغطوهاش، وتبقوا كل شويه هتطلوا عليها طله وتشيلوا منها شويه الزفره او شويه الريم لو ظهر هتشيلوه. الكلام ده يقعد كتير على النار؟ اه يقعد له حاجه بتاعه نص ساعه. طبعا لو بتعملوا كميه فيها مثلا 3 لتر مثلا ولا حاجه، لا تقعد اكتر من كده كتير، لانه هتبقى زفرتها اكتر او ريمها اكتر، وهتقعدوا انتوا ايه تشيلوا في الكلام ده، تقعد لها يمكن ساعه وربع على النار حسب الكميه. تقلت زياده؟ اه تقلت زياده، حلو قوي. شويه ميه كمان ليه؟ او يا شويه مرق كمان ليه؟ لانه انا هتفضل كده على النار، قلت لكم حاجه بتاعه نص ساعه الكميه دي، فهتقل وهتزاد تزداد سمكتها تتخن اكتر. ما تسيبوهاش بقى وتمشوا يعني، ممكن تقعدوا جنبها، مش لازم تفضلوا واقفين تقلبوها ما دام خلاص هي غليت ووطيتوا عليها النار وكلام من ده، ممكن يعني ما تفضلش ايدكم فيها على طول، لكن يستحسن انه لو في حاجه منها على الجناب تنزلوها اول باول علشان ما تكلكعش لما تيجوا بعد كده تاخدوها، تكون عامل زي العجينه كده من على الجناب، تنزلوها تحت هتضايقكم تعمل كلكوعه، هتضطروا بعد كده تصفوها. فهنسيب الدنيا دي تقول. اوكي، في هذه الاثناء بقى همسك انا ايه شويه ورق السبانخ الحلو بتاعنا ده كده اهو، شويه شويه. اوكي طبعا هاخده من غير الجدر، تمام، يعني الحته اللي فيها جدر احمر كده ولا حته حمراء تقيله ناشفه اشيلها، انما غير كده ما تضايقنيش. اوكي واقطعها كده اهو، ومش لازم على فكره ايه تقطع ناعم قوي قوي، انما كده لطيف كأنكم بتعملوا سبانخ عادي يعني، مش احنا برضو بنطبخ سبانخ في البيت بنعملها كده. طبعا لو جبتوها فروزن خلاص هي اوريدي يعني متقطعه وشغاله معاكم ومفيش مشاكل خالص. السيقان مش هتضايقني، بالعكس حلوه واكلها حلو في الصنف ده مفيش فيه مشكله، بس لو حته كده حمراء ولا بتاع زي من الجدره كده نشيلها. كوش عليها قوي زي ما نكون مثلا بنعمل بقدونس وبتاع، لا هي كده حلوه قوي كفايه قوي. طيب هنبص بس وهنقلب تقليبه. يا سلام بقى ايه لو شغل زمان معاكم شاشه
وتقوموا بعد نص ساعه كده ولا حاجه مصفينها في الشاشه. طب ليه مش ليه في الشاشه مش في الشنوار او في المصفى السلك؟ الشاشه عشان قماش هتشرب الريمه دي، لو في شويه ريمه تانية تقوم هي ايه هيشاها لانها هتشربها، اوكي، مش هتضحك عليك وتنزل من المصفى. ما كانش وما فيش خلاص، يبقى عايزين تصفوها هتصفوها بمصفى سلك ناعمه قوي او منخل. زمان كانت المناخل او المنخل يعني منخل ثلاث انواع اربعه اكشن. في غربال البنا، ده اللي بيعملوا بيه البنا زمان، ايه يخلطوا لما يجوا يخلطوا خرسانه يرموا الرمل جوه الغربال ده، بيبقى كبير قوي بتاع مثلا متر مثلا كده في متر يمكن، ها، ومتعلق وله يد كده هو ماسكها كده، يرموا له بالجاروف الرمله علشان لو فيه اي حاجه زياده عن الخروم بتاعته يشيلها الحصى ده ويبقى رمل صافي، اوكي. ده واحد مالناش دعوه بيه، مش بنا احنا. عندي بعد كده غربال بيتعمل منه الكسكسي، يبقى واسع، ها، الكسكسي ينزل منه ايام شغل زمان ده. وفي بعد كده حاجتين، غربال دقيق ويبقى حرير ناعم جدا جدا، وفي الغربال السلك العادي، ها، لو عاملين مثلا شويه بقسماط وبتاع وكده ايه وبتنخلوه بينزل من الغربال ده. فعندنا ايه منخل وغربال، غربال بيبقى واسع عشان كده اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. هنطلع فاصل بقى ايه لغايه ما دي تعيش بقى، تعيش ونشيل زفرتها وكلام من ده وخليها ايه تعيش مع بعضها. فخلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل شغلنا واشوفكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، رجعنا بقى ايه الصوص بتاعنا اهو زي الفل، طبعا قصر وصغر يعني قل شويه، هنحط له بقى السبانخ وشويه شويه علشان كل ما نحط شويه ونقلبهم هيقلوا، نقوم حاطين شويه كمان، ما تحطهمش كلهم مره واحده هتلاقوا الدنيا، الا لو في حله، اوكي، هتلاقوا الدنيا ايه هاشت ومش عايزين نعمل كده. احنا كده وهنقلبه وتعيش. السوى كله بقى هيتاخد في الفرن اكتر حقيقه، يعني لما تخش الفرن ما تقلقوش، السبانخ هتنزل ميه وهتقل فالصوص هيرجع تاني يبان، اوكي. وهي الصنف ده ما بتبقاش الدنيا فيها صيصه، لا ماسكه نفسها كده ولا كده هتقلي معانا. لو عايزين تضحكوا على نفسكم يعني وتقربوا السكه شويه ممكن تغطوها تساعدوها اكتر انها بسرعه تنزل يعني. شوية مرقة صغيرين ما يجراش حاجة، بس كده كفاية. لسه برضو حلوة جميلة واحنا مع بعض مش رايحين في حتة. لغاية ما السبانخ تصفى خالص، بعد ما تصفى خالص هنزود بقى شويه دول، بعد ما تصفى خالص هنسيبها برضو على النار تاني حاجه بتاعت ربع ساعه بس خلاص، اوكي، ونقلب بحرص عشان ما تفضلش تقع مننا بره كده زي ما انا عملت. نقلب كده
وتبتدي بقى ايه الصوص اللي تحتها ده البولوكي هيبتدي يخضر من المايه اللي نازله من السبانخ. تمام اهو، هتبقى حاجه كده، شايفين الفرق؟ دي بقت ماشي، بدات تبقى خلاص ايه يعني تدبل، بتدبل بس لونها بيبقى احلى، بيخضر كده في الاول بيبقى لطيف، فلونها بيبقى لطيف قوي. التقليبات الحلوه بتاعتنا دي اول ما الاقيها خلاص نزلت للكميه اللي انا عايزها هنحط عليها. احنا ما حطيناش ملح لانه الشوربه فيها ملح، لكن بما ان احنا حطينا سبانخ بقى وبتاع وزودنا حاجات يعني هنحط شويه ملح صغيرين. الموزاريلا طبعا انتوا عارفين ما هياش من الحاجات المالحه، ها فمش عايزينها تعدي بالدنيا. اوكي شايفين بقى الصوص رجع اهو فيه ميه لانه هي سبانخ نزلت ميتها وبقى اللون اخضر ولطيف. اوكي ابتدي بقى احط عليها الكريمه واسيب الدنيا تغلي غلوايه، وعندي ايه الموتزاريلا هحطها معاها مبشوره. احط الكريمه الاول، ازود الحواديت. اوكي ونقلب. لون جميل جدا، هتغلي بقى معانا شويه كده. يلا علينا عليها النار سنه عشان نساعدها تغلي، وبعدين نبقى ايه نحط الموزاريلا. نحط الموزاريلا وما سيبهاش على النار بقى، يعني تقول خلاص هي سخنه قوي حطينا الموزاريلا، تلاقي الموزاريلا ساحت على طول يعني مش قضيه، خصوصا هتخش الفرن فاي شويه موزاريلا جوه هيبقوا زي الفل جمال جدا جدا جدا. نعم حلفة ما تنزلي يعني، وانا حلف تنزلي. اوكي طب يلا اشوف بس شويه سخونيه كده حلوين. خلاص اهي زي ما حضراتكم شايفين بدات تغلي، يعني وصلنا لدرجه حراره مع الملح والحدوته دي فوق المية. انزل بقى هنا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ده كلام جميل جدا. اوكي عايز اقلب بحاجه ما تعمليش مشاكل دي مثلا. اوكي هناخد كده بحيث بس ايه ان الموزاريلا تبقى يعني كله خد موزاريلا. تكوش عليها قوي 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 علشان لون السبانخ ما يتغيرش ويبقى يتحول من اللون الاخضر الحلو قوي ده الى لون غامق مش احلى حاجه. كل ما كانت كده الصوص لونه فستقي جميل، ها والسبانخ لونها اخضر حلو. اوكي يلا كده انا ما عنديش مشاكل، استنى عليها لايك سنه. طيب اجهز بقى ايه الجبنه الموزاريلا هحطها على الوش. خلاص ده مش عايزينه دلوقتي. ايه بقى؟ هناخد كده، انا افضل البافلو موزاريلا. يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه البافلو موزاريلا دي؟ البافلو موزاريلا بتبقى هتلاقوها في اكياس مقفوله وجواها الشرش، كيس فيه شرش، بتبقى طريه حلو قوي مثلا في السلطات زي الكابريس سالاد مثلا، ها وتشتغل بيتزا وتشتغل كل حاجه. اوكي
بس هي يعني جمالها انها طريه، ولما تعمل في السلطه بتبقى حلوه لانه مش عايزين حاجه ناشفه. نعمل كده، ناخد كده مثلا، ما تخدتوهاش رفيعه قوي عشان عايز شويه موزاريلا تقطم معايا. اوكي، طاجن كده مثلا، هناخد شويه واحده كمان مثلا. يعني مثلا حلو كده. انا برضو هفضل اقلب لغايه ما احس الموزاريلا دي ساحت. طبعا بدانا اهو نقول، والعرق بدا يطلع بتاع الموزاريلا وحاجات حلوه كده. شويه معانا، تاخد شويه فلفل. تعالوا ندوها شويه فلفل، تعالوا نديها شويه فلفل. بس ما تدوهاش بقى شطه، ما تدوهاش كمون، ما تدوهاش توابل، بس ملح وفلفل. والملح تبقوا حاسبينه لانه حسب ملوحه المرقه اللي انتوا حاطينها. لو المرقه فيها ملح لايك زاد منكم شويه يبقى ما تحطوش ملح كتير. مش لازم الطبق ده يبقى مالح، لانه لو عايزينه مالح بدل ما هنحط موتزاريلا هنحط جبنه شادر اصفر، فهتبقى فيها ملوحه زياده، لكن جمال الموزاريلا انها ما فيهاش الملوحه دي. خلاص، هي انا شايف انها ما شاء الله عليها ساحه الموزاريلا. ابتدي احط في الطاجن بقى عشان وانا بغرف اعمل كده. كويس؟ اوكي. ناخدك مثلا كده، هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى معايا. عايزين ما تاخدوش الصوص كله، والله ما انصحكوش الحقيقه لان الصوص جميل. لا، خدوه كله، خدوها بصوصها. جميل ما شاء الله. ممكن اقول لكم على حاجه تانية تعملوها، ممكن تدخلوها الفرن زي ما هي كده نص ساعه مثلا، تلت ساعة، اوكي؟ هتنشف سنة، وبعدين تطلعوها تحطوا عليها الموزاريلا التانية وتدخلوها تحت الشواية، ممكن. انتوا بقى وما تبتغون من الصوص، لو شايفين ان الصوص ده أحلى حاجة، وطبعًا الصوص ده أحلى حاجة، خصوصًا لما بيتاكل مع يتاكل معاها عيش فينو لطيف، حلو قوي قوي. ما تتاكلش معاها لا رز ولا مكنونة. مفيش الكلام ده. طيب، هنضف الطبق بتاعي وادخله الفرن ونطلع فاصل. نرجع بقى نعمل مع بعض ايه حاجه لطيفه قوي. اميتشي دولشي، هقول لكم هي ايه بالظبط. اوكي، احنا كده زي الفل. يلا انا هدخلها الفرن واطلعها بقى بعمل اميتشي دولشي، هقوم هتطلع عليها ايه الموزاريلا ومدخلها الفرن التاني. اوكي، يلا نطلع فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. اهلا بكم بعد الفاصل. انا عملت حاجه، دخلتها الفرن وقلت لكم، وبعدين لما شويه بعد ما اعمل الريسبي دي اطلعها احط عليها الموزاريلا وادخلها تاني. عشان عملت كده وقررت اعمل كده، فروحت ايه موطي الراك، نزلت الراك لتحت، اوكي، علشان ما تحمرش من فوق بزياده وتبقى مش احلى حاجه. اوكي، طيب، ممكن في النص كده ابص عليها بصه، لقيت الدنيا مش هتريحني اقوم مشغلها على طول. طيب، دلوقتي هنعمل بقى مش صدور فراخ، فيليه صدور الفراخ. كنت قلت لكم قبل كده لما بتعملوا حاجه بالفراخ مشويه او كده بتشيلوا الفيليه بتاعها، يعني اولا بيبقى مغطي على الحته الثانيه، هو سايب anyway،
و انليس اللي انتوا بتعملوا حاجه بصوص فيعني انصحكم تشيلوا منها الفيليه اذا كان بانيه او كده يستحسن. ما مش هنرميه، هنشتغل بيه حاجه دلوقتي. الشغلانه دي بنعمل صوص لها حلو اوكي وبتتشوي، بتعمل كباب يعني شيش وبتتشوي. بس انا عشان اتبلها بعمل حاجه الاول، اني بحط شويه زيت زيتون كويس لك 3 معالق كبار كده 4/3 كوباية يعني حاجه كده اوكي. وبعدين تعرفين المشوي يحب التتبيله تبقى عليه على طول بالفرشه كده اوكي، يعني ده مهم. فهعمل ايه بقى؟ هاخد توم زي ما حضراتكم شايفين بقشره بحاله بماله بمحتاله، مش قشره قوي يعني، انما بالكيسنج بتاعته يعني كده مش متقشر قوي يعني. هحطه في الزيت زي ما هو كده، هحطه في الزيت. ده هيعمل لي ايه الكلام ده؟ الكلام ده هيخلي الزيت ريحته توم اوكي. مبسوطين؟ انا مبسوط. ريحته توم. طب وريحته حاجه تانية؟ هحط له روزماري كمان. ها، خلي روزماري برضو يتحمر معاه وبعدين انشلهم واخد الزيت ده بقى احطه على بقيه مكونات المارينيه او التتبيله اللي هنقع فيها الفراخ اوكي. ما تفدغوهاش، ما تعملوها، سيبوها كده زي ما هي. بعد كده هتطلعوها وتضغطوا عليها كده، هتقوم طالع التوم من جوه كده زي المرهم لطيف لطيف. تحط معاها بقى ايه؟ عود روزماري واشيله تاني. واشيله تاني. الانديكيشن بتاعي او الدليل بتاعي في الحدوته دي انه الروزماري بتاعي يبتدي ينشف، يفقد ميته ويبتدي ينشف. وما بتقلقوش لانه لو هو اخضر وزي الفل لونه مش هيسود ولا حاجه، هيبقى جميل، ما تسيبوش لما يتحرق. بس تحس انه بدا ينشف وريحته طلعت فعلا، لانه الزيوت الطياره بتاعته بدات تطلع، لقت وراها ايه؟ لقت معاها ايه؟ لقت معاها زيت راحت دايبه فيه. اوكي؟ كميه الموضوع يعني ماشيه كده. انصحكم وانصح نفسي لما اجي اعمل كده الحدوته دي، بدل ما احط زيت كتير وبتاع ومش عارف ايه، اعمل الكلام ده في كاسترولة صغيره غويطه شيء. خلاص نشيل ده بقى، خدنا ريحته وجماله وزيته نشيلها اوكي. انا مع ده بقى لغايه ايه؟ ما يبتدي شويه، مش عايز اسيبه واعمل حاجه تانية علشان ما يتحرقش، مش عايز لونه محروق، لان مش عايز الطعم المحروق ده يخش للتومه من جوه، عايزها لطيفة كده. بس تاخد لون يبقى معناها اللي جوه استوى. اطلعها بقى ايه واعصرها كده تطلع الايه؟ مرهم التوم اللي جوه. طبعا بما انها مقفولة فكل زيوتها موجودة جواها، والمية اللي جواها طبعا بتبتدي تتبخر فبيستوي من جوه بخارا، ما بيبقاش مزيت من جوه، بيزيت لما تطلعوه لانه بياخد زيته وهو طالع يعني خفيف خفيف، وزيته هو زيت التوم نفسه. ما تستعجلوش على حاجه من فضلكم يا جماعه، واعملوا حاجتكم بتأني، كل حاجه تطلع زي الفل ان شاء الله. اوكي شمين حاجه، شمينا توم يلا شوف تكوا عليه كده. اها استنى شويه كمان اوكي، يعني شويتين كمان. طب تعالوا ننظف بقى دي مكان التوم عشان نشتغل عليها. ناخد الكلام ده، ما تقلقوش من زيت الزيتون لما يتعمل كده، هو مش مبقاش مضر، لكن يعني هقول لكم مثلا 80% من فوائده راحت
حسب الحراره اللي تعرض لها. لكن بما ان احنا كده ولا كده بنتبل بنحطه مع التتبيله وبيتعرض للباربيكيو او للفرن او للجريل ف anyway هيسخن، فما عنديش مشكله اخد طعمه بس. اوكي خلاص نشيل ده على جنب بقى كده عشان هيبقى سخن سخن، ونشيل الكلام. خليني ابعد ده خالص عن مصادر النار خالص لوحدك كده، ومش عايزين دي هنا خلاص، عمل اشتغلنا بيها قبل كده. طب خليك يمكن تجي لي فكره، يمكن تجي لي فكره. طيب ناخد بقى الصدور دي الستريبس دي ونحطها في بوله وهنزل عليها بعد كده بالماريني. انا عايز سته علشان اعمل ثلاث سياخ بورسيون، جميل جدا. كل سيخ فيه اثنين كده، كام؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، ايه ده كتير ده. طب هنشيل بالاول شوية كمان، هنشيل ده، الدهون دي مش حاببها في الموضوع ده، ودي واخدة حتة قرقوشة. اوكي نبص على الفرن بصة. اوكي تمام، طلعوا بقى كده شوية على برة شوية. اوكي حطوا الموزاريلا، اخد الموزاريلا معايا، حاسبوا على ايديكم يا جماعة، ونبتدي ايه نرص شوية موزاريلا على الوش. نخش بقى كده ونقفل ونعمل كده صح كده اهو بس. يلا ما قدامنا ترى خمس دقايق اربع دقايق حاجه كده يعني. اوكي طيب نعمل هنا بقى ايه، ناخد كده نفتحها سنه ونتك عليها كده اهو، او من ناخدها نقشرها. حلو حلو جميل جميل، حلو قوي قوي تمام. يلا اوكي كمان واحده ولا هم كده؟ اوكي يلا خلينا نشيل ده. يلا نقطع بقى حاجتنا اللي فيها الدنيا كلها. هناخد ده كده، البصل الاخضر الناعم اللطيف الصغير ده، ولو في تشايفز يبقى جميل، بس يعني البصل شغال قوي 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 معانا. بعد كده هنحط الكلام ده في كازرول مع التوم مع الحدوته دي كلها وشويه زيت الزيتون، اديله غلوتين على النار وايه اتبل بيه. اوكي اوكي يبقى معايا التوم اهو، جميل مهري خالص اهو، مرهمايه خالص. اوكي كده اهو كده اهو، حلو جميل. ومعايا ده، الباقي بقى هنحطه ايه مع النار مع الحدوته. الحكايه دي عايز لها يا حبايب، بصوا هناخد لها حاجه غويطه شويه كده مثلا. اوكي جميل، والغطا بتاعها حاجه حلوه قوي. وهحط الزيت ده
واحط التوابل دي، بابريكا والجنجبيل، وهنحط طماطم بيوريه اوكي، وبعدين والدبس رمان والخل في الاخر، وعسل وخل، دبس رمان عسل خل اوكي. اقلبك تقليبايه، بما انك طبعا حله زهر مفيش مشكله استعمل كده. مش عايز اقلب قوي دلوقتي لغايه ما ال البابريكا والجنزبيل بس ايه يعني ياخدوا ربع تلت تحميرايه كده بس، وتقوم حاطط معاهم الصوص، مقلب مقلب خلاص مفيش مشكله، نقلب نقلب. وبعدين نعمل كده، ناخد بقى الثوم والبصل اللي هو مش محتاج يستوي، الثوم طبعا البصل هو اللي هياخد له ايه لفه كده اوكي. جميل، شفتوا بقى لما اتكلمنا عن المرقه قلت لكم خليها جنبي لعلي احتاجها، اهو جه وقتها اوكي، بس مرقه فراخ بالفراخ وبتاع والدنيا تبقى حلوه. تعالي، عارفين لما بتستعملوا حاجه كده بتساعدكم اكتر ان انتوا ايه تهرسوا الثوم والحدوته اللي هي عايزينها تتهرس خالص. وطوا بقى النار، مش محتاجه خالص نار عاليه دي ابدا ابدا، بس هي شويه تجانسات مش اكتر بس خلاص. احط بقى الخل مش كتير كتير، واحط دبس رمان طبعا ما تحطوش كتير قوي كفايه كده، او قوي قواوه. طيب اوكي ثانك يو، قفلنا نارنا، نحط بقى ايه ده العسل. يقلب ويظل يقلب ويقلب وخلاص. ثانك يو فيري ماتش، ارفع من النار مش محتاج اكتر من كده. يا ولد هايل. تعالوا بقى ايه نفضي الحدوته دي كده على جنب على جنب على جنب، دي مش عايزينها دي مش عايزينها، خلاص خلصنا. وناخد الشيش بتاعنا وناخد دي، واوعوا تحطوا الفراخ. والله انت عارفه اقول لكم على حاجه، الصوص ده بحدوته كده بقصته دي، لو قطعته جواه فراخ ما شوتوهاش، قطعتوها جواها وعملتوها بالصوص كده شغاله وحلو قوي، لكن مش دي الريسي بتاعتنا النهارده. فهنعمل كده، هنحضر شوايتنا سخنها اوكي، ونبص على النار زي الفل اللي في الفرن ده هايل، نطلعه بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده ما شاء الله، بالراحه بقى عشان ما نتلسعش. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اتلسعت مش مشكله، هايل هايل. مش عايز احطه على يعني احطه هنا دلوقتي مؤقتا كده علشان ما يبقاش طالع من الفرن وبعدين احطه على حاجه ساقعه هيفرقع هيتكسر، انما ممكن احطه على خشب. خلاص دي مش عايزينها على جنب كده، انت بقى هعمل كده ها، واحط عليها ده علشان ما يفرقعش ويبقى كل اللي عملتوه ده راح هباء. اوكي بالهنا والشفا، حاجه حلوه قوي الحقيقه. اوكي نطلع فاصل بقى ونرجع نشك الفراخ ونسوي الفراخ والقصه دي، تقابلوني بعد الفاصل نعمل الحدوته دي
ابقوا معنا. اهلا بيكم، تعالوا بقى ايه نعمل حطينا بقى الصوص عليها وبتاع المارينيه، ما احنا مش لازم بقى كل حاجه نعملها. ها اوكي، نشك بقى وندكك اكشولي اكتر من ان احنا نشك علشان ما تقعش مننا. اوكي كده اهو، واحده تاخد الثانيه اعتقد ذلك كده مثلا. اوكي اوكي تمام. طيب اتفضل. لا مش عايز حاجات تضايقني على النار وتتحرق مني. واحد، لا اله الا الله، تنتين، يلا تنتين. طبعا دي مش هتاخد على النار، يعني بتتكلموا في دقايق يعني. اوكي وبرشون لطيف يعني، ما هوش صغير الحقيقه. اوكي يلا نشيل الكلام ده ونغسل ايدينا ونظبط الدنيا. وهنرجع نعمل حاجة سريعة سريعة لطيفة لطيفة، يلا بينا. اوكي هنحط هنعمل فراخ بصوص بالكريمة والطماطم الجافة. اوكي معايا حاجات كتير قوي 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 واحنا بنشتغل، هنقول معايا صدور الفراخ والحقيقة يعني هاخدها كده، وبعدين هاخد صدرين الحقيقة واعملهم شريدد يعني، يعني كده هعملهم كده اهو. اوكي هقطعهم كده تمام. اوكي وبعدين هسويهم مع ايه؟ مع الصوص الجميله جدا اللي هنعملها دلوقتي دي. يتسفحوا الاول، يتسفعوا على النار سفعا سفعا، سيرنج يعني سريع سريع. اوكي وبعدين احط كل الحواديت بتاعتهم دي معاها وتشتغل معانا زي الفل، ونحط لها شويه زيت زيتون ما يزعلوناش. يلا بينا. اوكي عليها تسنونه. اوكي يلا وبعدين املح وفلفل ثانكيو وارمي في الزيت واغسل ايدي اهو. وتغسل ايديك وتيجي تقلب الفراخ اللي على النار، وتاخد معاك يا باشا فرشايه اوكي وشويه من هذا الصوص، ونعمل كده نقلب دي كده يا ولد. اوكي يا عمي اوكي ونعمل كده. اي حاجه يلا بيكا. اوكي يلا ملحنا فلفلاتنا كلمنا كل اتكلمنا في الكلام ده كله. هناخد بقى ده طماطم 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 واقطعها شرايح برضو. اوكي طماطم مجففه تبقى محفوظه في زيت زيتون، كله هيموجينيس مع بعض، كله جميل، كله ماشي مع بعضه، ونحطهم كمان شوية. خلي طماطم تبان فيها قوي، الدراي توميتو تبان فيها قوي، يبقى كده حلو. اوكي خلاص معانا ايه بقى؟
هنحط شوية زعتر وهنحط شوية بابريكا وهنحط شوية فلفل أخضر، حبة فلفل أخضر. طبعا بيتعمل في الماء يعني، بتاخدوه كده من الإزازة بتاعته وتشوفوه بمية ها جري، وبعدين تحطوه شوية سكر، كل ده على بعضه. اوكي، وبعدين ده في الآخر للتقديم، ونحط الفلفل اوكي ونقلب. ونشيل ده خلاص، نغرف بقى ده. هناخد الرز وهناخد حاجة هنغرف فيها كده اهو، الفراخ اللي هي ايه معمولة مشوية، وهنعمل كده. هناخد بولة رز من هنا وبولة رز من هنا، خفيفة خفيفة لطيفة جدا جدا جدا. يعني هي لو بولة واحدة هتبقى قليلة، بولتين هيعملوا لطيف، وعلشان هي طويلة فبولتين، واحدة يمين واحدة شمال، تدي شغل لطيف قوي. نعمل كده واحدة، ونعمل كده واحدة الناحية التانية. اوكي، ونحط الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة. بالراحة بالراحة كده اهو مثلا. كده اهو. كده اهو. اوكي، بما ان الصوص بتاعها او المارينيه بتاعها مستوي ومتحمر يعني مستوي، فممكن اخد منه معلقه صغيره كده ولا حاجه صغيره. انا عايز حاجه صغيره، معلقه مش كبيره قوي يعني، والله ممكن دي، ممكن دي اخد كده بالملعقه بالراحه كده، واحط ايه شويه على الرز من هنا وشويه على الرز من هنا كده اهو. ونقدمه بهذا الشكل. ننظف طبقنا طبعا. كده اهو. اوكي. تمام. اوكي. وده خلاص مش عايزينه. نحطه بره. اوكي، ونرجع بدي على النار ونشيل دي خلاص. وبعدين اديكي بقى كريمه يا حبايب، اديكي كريمه. اوكي، وشويه خل، دبس، ام سوري، دبس رمان. فين ال اوكي، ونقلب. نوطي النار سنتين. هي كده تقريبا استوت يعني الحقيقه، يعني هديها بس شويه فلفل ابيض وشويه ليمون، شويه ليمون صغيرين وشويه فلفل ابيض صغيرين. اوكي بس كده، وبعدين في الاخر هنزوق بشويه زيتون وشويه طماطم، شيري طماطم. هنقلب تقلبتين كده اهو، وابتدي اغرف. بصوا بقى، يا تغرفوها كده بالصوص بتاعها، والله انا افضل تغرف بالصوص بتاعها الحقيقه يعني، لانه لو حطيتوها رز وحطيته جنبها ده مش هتبقى فيها المعنى يعني.
اوكي يلا نقفل شغلنا وايه نشيل ده. طلع بقى ايه طبق نغرف فيه كده اهو، مغرفه ناخد بيها الحاجات الحلوه دي ونغرفها بصوصها بحواتتها. يلا نشيل ده بقى بصوصها وحواتتها، خلي الدنيا ايه صوصي. ممكن تقدموا معاها مكرونه اذا عايزين يا جماعه، وممكن تقدموا معاها رز او بطاطس بيوريه وتبقى حاجه حلوه. هي الاساس بتاعها كده اهو. اوكي هرجع بقى احط، لا انضف الطبق الاول عشان دي اللمسه الاخيره بتاعتنا ما فيهاش مشكله كده اهو. نضف طبقنا الاول اوكي، وبعدين شويه زيتون كده حوالين منها اوكي كده اهو، وشويه طماطم شاري كذا واحده كده يا ولد. اوكي وشكرا جزيلا. اوكي ممكن الريد دي ممكن نعملها كده بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بكده بنكون خلصنا، بنقدم بس ونقول لكم بألف هنا وشفا. خلاص كده احنا خلصنا شغلنا، نحديها بقى ايه لمسايه اخيره كده، شويه كريمه حلوين على الوش، كريمه قشطه يعني كده اهو على الوش كده في النص كده. اوكي حلوه حلوه حلوه، شكلها يبقى احلى. اوكي وبعدين لو مضايقكم البياض قوي يعني مش مضايقكم، لو مضايقكم حطوا لها حته حاجه حمرا. ثانك يو فيري ماتش. يلا اقول لكم بألف هنا وشفا، وقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معانا.